شيخ محمد. أنا مدينة، معايا 5 أولاد، ساكنة بقاتين، قاعدة في أوضة في شقة وأوضتين صالة وكمان مطبخ، بدفع لها الإيجار. أيوة اهو دكتور. خلاص انا عندي اهو خلاص، مش في امان في اي حاجه خالص. انا ذات نفسي بخاف على نفسي، انا ورا الدكتور بخاف في مشوار بالليل، بخاف على بنتي هي وجايه من اي مشوار، بينا مهددين بينا خايفين، ما بقاش في امان ما بقاش في استقرار. فبقى من الصعب ان النزول والخروج والدخول بقت حاجه تقلق، بقت حاجه تخوف. جيت من سنة هنا، فبقيت اجي بيجوا كل اسبوعين ثلاثة يدونا توعية او اوعية صحية عن الامراض وكده، فبقينا نيجي بنفهم منهم الحياة اللي احنا عايشين فيها، الامراض بجمعها وباشكالها ونعالج ازاي ونعمل ازاي، يعني فهمنا منهم حاجات كويسة للأحسن. يعني مثلا عندك مرض الإيدز، عندك مرض الرئة، مرض الكبد الوبائي، فيروس سي، الحمل، الغذاء، الاطفال، كل درس بيبقى بيحكي عن حاجة غير التانية. أنا دلوقتي عايزة أتكلم شوية، إحنا هنتكلم على مفروض السرطان هو المرض الوحش في حتتين معينين، اللي هو في الصدر وفي عنق الرقبة، عشان هو ده نوع السرطان اللي بيأثر على الستات. Started with the aim of wanting to provide women the tools and the confidence needed for them to realize their untapped potential and to realize their worth in society. Specifically 20 women that we're working with that are always there on a bi-weekly basis. It's like a very small community that no one is really aware of. It's behind a lot of factories in Shobra Khima, so it's a very small designated community, and that was the point behind the initiative. That we wanted to work on something very small scale that will develop in years ahead. The thing is, we tailored the curriculum to suit them, to suit their needs. It wasn't just us wanting to deliver content. We actually did primary research beforehand, and the whole point was to develop a curriculum that will develop their lives. They don't know beforehand what the session is going to be about, so every session is a surprise. But it's something that at the end of the day they requested to know more of, and they wanted to be educated better on. مبادرة هي من أقدم المبادرات الشبابية اللي احنا دعمناها كهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 2011. تجربة شبابية ناجحة جدا، كان عندهم مشروع ان هم يعملوا توعية صحية للستات في شبرا الخيمة، ودي كانت بالنسبة لنا نقطة جديدة جدا ومهمة جدا، هي بتربط موضوعين مهمين ببعض، موضوع التوعية الصحية او الحقوق الصحية للمرأة، بالعنف ضد المرأة كقضية كبيرة بتعاني منها الستات في مصر وفي العالم العربي كله. Like a favorite moment for me or a timing during the 7 months was on HIV/AIDS. So to be able to kind of send that information about cultural stigmatism and to change their minds and mentalities about how they view HIV positive patients was something that I thought it would be difficult to come across, but they were very responsive and they agreed. اللي طالعين من الجثة دي في مبايض بالظبط، ما بين المبايض والرحم في ايه؟ في اللي هي قناة او اسمها قناة قنوات الفلق بالظبط. الموضوع الجديد ده ما كناش فاهمين اي حاجه، فالنهارده احنا فهمنا ان هم جماعه عاديين جدا، المرض ده بيجي غصب عنهم مش بارادتهم، بيجي عن طريق مثلا حقنة، عن عمليه، عن نقل دم، عن حاجات كتير ما كناش نعرفها. لا ما خلاص بقى كده، حاجه عاديه. الست في مصر راس مالها كله هو صحتها في معظم الاوقات، لو هي تعبانه، لو عيت، لو جرى لها اي مشاكل صحيه بتعوقها عن النزول للشارع وعن ان هي تكسب رزقها وتكسب رزق عيالها او تفتح بيت. هي اكبر مشكله في الدنيا، يعني اكبر حاجه يعني عقبه في حياتنا هي موضوع الماده. فمفيش ايه حاجه متوفره ان انا ايه مثلا اعمل مشروع او حاجه متوفره ان انا اعيش ولادي مستوى مش قوي، لا مستوى الطبيعي او اللي احنا عايشين فيه. مبقاش نايمه افكر بكره ايه اللي هيجرى، هل بكره هشتغل اجيب اكل، هجيب مصاريف، هجيب علاج، هجيب مصاريف في الكلية، هجيب درس للعيال، دماغنا شغالة في كذا حاجة. احنا اتعلمنا بصراحة،
even though we're working with just 20 women, it might seem something very insignificant compared to the entire society. It is a big impact because at the end of the day, women are, I refer to them as agents of change. They have such a huge transcending impact on society. It's a domino effect.